التي أقامتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة العرايش، حيث شهدت نجاحاً في الأنشطة على كثرتها وتنوعها طيلة مدة 10 أيام من ندوات وقراءات شعرية وقصصية وزجلية وتوقيعات وعروض مسرحية وموسيقية وورشات موجهة لفئات الأطفال واليافعين. إن لم يكن لها أن تتحقق ولم يكن ممكنا نجاحها لولا الجهد المشترك لكل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وجماعة العرايش والمبادرة الوطنية للتنمية والمجلس الإقليمي لعلم العرايش الذين قدموا كل ما في إمكانهم لتأمين نجاح هذه الاحتفالية. لم يكن ممكنا نجاحها دون هذا التفاعل المنقطع النظير لهيئات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية المحلية والمصالح الخارجية والمبدعين المحليين والإقبال يوم الحاشد على المركز وفعاليته.